هذا فنجان وأنا عبد الرحمن أبو مالح. الهند ثاني أكبر كثافة سكانية في العالم، والأولى من حيث الاختلاف والتنوع للغات والأعراق والأديان، ويعد اقتصادها سادس أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي، وصنف في عام 2014 بالاقتصاد الأسرع نمواً في العالم. ولكن بالرغم من هذه الأرقام، لا تزال تحتوي على أكبر كثافة للفقراء في العالم، حيث تشكل نسبة الهنود الذين يعيشون تحت خط الفقر نسبة 42% من السكان، وهي تعد نسبة مهولة مقارنة بقوة اقتصاد الدولة. أين الخلل إذن؟ تواجه الهند مشكلة عظيمة، فالفساد يتفشى في جميع قطاعات الدولة بشكل هائل، مما جعل الشعب لا يأتمن حكومته على استخدام نقود الضرائب بالشكل الصحيح، ولذلك لا أحد يدفعها. ففي عام 2013 لم يدفع ضريبة الدخل إلا 1% فقط من الشعب، وهذا يفاقم مشكلة أخرى تعاني منها الهند، وهي الطبقية والفرق الشاسع بين طبقات المجتمع. فعندما لا يدفع الناس الضرائب، لن تستطيع الدولة القيام بمهامها من إنشاء المستشفيات والمدارس والمرافق العامة للناس، وهذا سيؤثر بشكل أكبر على القابعين تحت خط الفقر الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة العلاج والتعليم، وبالتالي ستزيد الهوة بين الطبقات. هذه المشاكل يمتد عمرها لعقود، ولم تنجح كل المحاولات لإصلاحها، ولم تكن تظهر أي بوادر للتغيير أو لإمكانية وجود حلول فعالة، إلى أن صعق السيد ناريندرا مودي العالم كاملا بالقرار الذي يدعي أنه يستطيع تغيير دولة بحجم الهند. ₹500 and ₹1,000 will not be legal tender from midnight. في 8 نوفمبر 2016 خرج رئيس وزراء الهند السيد مودي في خطاب على الهواء يخبر فيه الناس أن النقود التي في أيديهم الآن من فئة 500 و1000 قد فقدت قيمتها، وعلى جميع من في الهند أن يذهبوا للبنوك ليبدلوها بالأوراق النقدية الجديدة، وما جعل القرار أكثر جنوناً مما يبدو عليه أن النظام الاقتصادي في الهند لا يعيشه معنا في القرن 21، فهو يعتمد بشكل أساسي على المعاملات النقدية، أي أن تسلم نقودك وتسلمها يدوياً لتشتري أي منتج أو تحظى بأي خدمة، ولا يستخدم الحوالات البنكية أو أشكال الدفع الأخرى إلا نسبة قليلة من الناس. وتشكل البنوك لغالبية من يتعامل معها من مواطني الطبقة المتوسطة المكان الذي يدخرون فيه المال الفائض فقط، أما الأقل حظا فهم غالبا لا يؤمنون بالبنوك، وحتى إن قاموا بادخار مبالغ كبيرة نسبيا فإنهم يحتفظون بها في منازلهم. والمشكلة الكبيرة في تلك المعاملات النقدية أنها لا تخضع لمراقبة أي نظام، فلا أحد يعلم من أين أتت هذه النقود أو أين ذهبت إلا صاحبها. بتعبير أوضح، لم تكن الحكومة الهندية قادرة على معرفة كل تحركات المال الموجودة في اقتصادها، مما تسبب في نشوء اقتصاد كامل بعيداً عن أنظار الجميع. وهذا ما أكده السيد مودي في خطابه عندما تحدث عن أزمة الفساد التي تعيشها الدولة، وعزمه على محاربتها بالقضاء على الأموال السوداء أولاً. والأموال السوداء هي الأموال التي لا تطلع عليها الحكومة، سواء كانت من مصادر مشبوهة كغسيل الأموال والتجارة بالأسلحة وغيرها، أو الأموال التي لا تدفع عنها الضرائب ولا تراقب الدولة حركتها، لأنها مجدداً تصرف وتدفع نقداً بعيداً عن مراقبة أي نظام. ثم تحدث عن الخطة التي ستغير الهند تماماً على حد زعمه، وأعلن
أن المهلة المتاحة لإيداع الأوراق المالية الحالية تمتد لثمانية أسابيع فقط، بعدها سيفقد من لم يبدلها قيمتها، ولن تكون هناك استثناءات على الإطلاق، علما بأنه لا يوجد حد أعلى لكمية النقود المودعة، إلا أن كل من سيودع أكثر من 250 ألف روبية، أي قرابة 15 ألف ريال سعودي، سيسأل عن مصدر هذه النقود، وإذا كان قد دفع الضرائب منها أم لا، وإذا اتضح أنه لم يفعل ستخصم منها الضريبة. ولكي لا تمر الدولة بأزمة سيولة، سيتم مؤقتا تحديد حد يومي أقصى للنقد الذي يمكن للفرد سحبه من حسابه الخاص، وفي اليوم التالي من صدر القرار امتلأت الهند بالطوابير وأتى الجميع بنقوده للبنوك. كانت الطوابير التي تعجب الناس لا تنتهي، يمكن أن يضيع فيها يوم الشخص بالكامل ودوره لم يأتي بعد، مما زاد من حجم المعاناة على البسطاء الذين لا تتحمل حالتهم المادية تضيع يوم كامل بلا عمل. وقد حدثت كوارث كثيرة بسبب تحديد كمية المال المسموح صرفها خلال فترة تبديل النقود، فهناك من عانى أمراضا خطيرة ولم تستقبله المستشفيات لأنه لا يستطيع الوصول لنقوده الموجودة في البنك. وتضور العديد من الناس جوعا، وفسدت محاصيل المزارعين قبل أن يشتريها أحد، أفلست الكثير من الشركات حول الهند، أما قطاع العقار فتوقف تماما لبضعة أشهر، كانت الدولة في حالة شلل. وقد كان مودي جادا بعدم وجود أي استثناءات، فعندما انقضت فترة تبديل النقود امتلأت الصحف بقصص مؤلمة عمن فقدوا أموالهم بسبب عدم مراعاة للحكومة لظروفهم. هذا مثال جورديب ساكو الذي أفاقت أمه للتو من غيبوبة لتجد كل ما تملك من مال لم يعد له قيمة لأنها لم تقم بتبديله حين كانت في غيبوبة. ورغم معاناة المواطنين وسخطهم في الأسابيع الأولى، إلا أن شعبية مودي ازدادت بشكل مذهل فيما بعد. والغريب أن ذلك حدث في أوساط المزارعين والعمال البسطاء بشكل أكبر، وهم أكثر من عانى من هذه القرارات، إلا أنهم اعتادوا المعاناة طوال حياتهم ولن يمانعوا تحمل بضع أسابيع صعبة في سبيل القضاء على الفساد والسعي لمستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم، ومع أن القرار لم يمضي عليه حتى عام واحد بعد، إلا أن طريقة عمله بدأت تتضح للجميع. فالأوراق النقدية من فئة 500 وفئة 1000 كانت تشكل 85% من إجمالي النقد المستخدم، وبتنفيذ هذا القرار أصبحت 85% من النقود المستخدمة تحت مراقبة الدولة، أما الباقي فهو عبارة عن فئات صغيرة لا يمكن لأحد أن يجمع مبالغ كبيرة منها. كما أنه ربط الناس بالبنوك وأصبحت الدولة مطلعة على الأموال ومصادرها وأين تصرف، هذا شكل نظاما لعملية الدفع للضرائب بشكل كبير. وكما اقتنع العديد بالتحويلات البنكية، انتقل بعضهم مباشرة للاعتماد على الدفع عبر الإنترنت. فالآن تستطيع أن تدفع قيمة مشترياتك في بقالة في نيودلهي عن طريق هاتفك، الأمر الذي لم يحدث بعد في كثير من الدول التي تعد نفسها أكثر تطوراً من الهند بأنظمة سداد عظيمة. وذلك لأن شركة بيتم استغلت الأزمة بإنتاج إعلانات تبين مدى سهولة الدفع عبر الهاتف. بعيداً عن تعقيدات العمليات البنكية، ساعدت الناس في فهم آلية عمله، فانتقل إليها بالإضافة إلى فئة الشباب كثير ممن اعتاد استخدام النقد وصعب عليه تقبل البطاقات الائتمانية والحوالات البنكية. لا يزال الطريق طويلاً أمام الهند، فحتى
بعد كل هذا عدل بعض الممارسة ما اعتاد عليه من الاعتماد على الأوراق النقدية أو ادخارها في منزله. ولا شك أن العدد الكبير من الفاسدين سيجد طرقا للعودة لممارسة نشاطه، لكنها الآن تملك هدفا واضحا وهو أكثر استعدادا للتعامل مع العقبات التي تؤخرها عنه. موعدنا الأربعاء. तुझे तक 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 ते रहना तेरी बक 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 सुनते रहना काम काज सब भूल भुला के तेरे पीछे पीछे चलते रहना ये तो है।